نوال باز، رئيسة جمعية صوفيا للتربية والتعليم الأولي ومديرة روض العرفان بجماعة ميدار، في إطار تخليد الذكرى 14 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمت اليوم زيارة للسيد العامل إقليم الدريوش والوفد المرافق له، حيث استفادت الجمعية من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تجهيز المركز الذي يستفيد منه أكثر من 50 طفل، والذي يتوفر على مؤطرات ذات خبرة طويلة. وبهذه المناسبة نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما نتمنى مزيدا من الدعم قصد تطوير المشروع وتحقيق الأهداف المتوخاة منه في مجال التربية والثقافة والتنمية الاجتماعية. وشكرا.